بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة سوف نبدأ مدارسة جواب ذكره العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة على جواب على سؤال، وهو: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ والجواب الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي جواب نفيس جدا يكتب بماء العيون، وذلك لما اشتمل عليه من الخير والهدى وبيان الأصول والقواعد النافعة. ونبدأ مستعينين بالله في قراءة السؤال وجوابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. سئل العلامة السعدي رحمه الله: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ فقال رحمه الله: الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. نعم، هذه المسألة وهي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب مفرعة على مسألة أخرى، وهي ثبوت مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة. فإذا قلنا إن الأعمال الصالحة يضاعف ثوابها، فما هي أسباب مضاعفة هذا الثواب؟ فهذه المسألة التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله مفرعة على هذا الأصل، وهو أن الأعمال الصالحة يضاعف ثوابها. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فصرح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يضاعف الثواب لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقوله يضاعفها هذا فيه تصريح بأن الله سبحانه وتعالى
يضاعف ثواب الحسنة. وأيضاً جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تضعف صلاة الجماعة على صلاة الفرد 25 درجة، وفي رواية: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. وهذا فيه بيان أن صلاة الجماعة يضاعف ثوابها. وأيضاً جاء في صحيح مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك بها 700 درجة في الجنة. وهذا فيه بيان أن العمل يضعف ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وأيضاً جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضاعف كل عمل صالح. ولفظ كل هذا لفظ عام يستغرق جميع الأعمال الصالحة. فإذا تقرر هذا الأصل، وهو أن الأعمال الصالحة يضاعف ثوابها، يأتي السؤال الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ وفي هذا يقول: المسألة التاسعة في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، ولهذا سمي الحبل سبباً لأنه يتوصل به إلى غيره. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. فالسبب في كلام العرب هو ما يتوصل به إلى غيره. وأما السبب في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني لذات السبب لا لأمر خارجي. فكل شيء يلزم من وجوده وجود غير له، ومن عدمه عدمه، فإنه يكون سبباً له. والأعمال في كلام المصنف رحمه الله المراد بها الأعمال الصالحة، في قوله: في الأسباب والأعمال، المراد بالأعمال هنا الأعمال الصالحة. والشيخ رحمه الله عطف الأعمال على الأسباب، مع أن الأعمال أيضاً من أسباب مضاعفة العمل، أليس كذلك؟ فقال: في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. فعطف الأعمال على الأسباب من باب عطف الخاص على العام، لأن السبب قد يكون عملاً وقد لا يكون، كالمكان مثلاً فإنه من أسباب مضاعفة الثواب كما سيأتينا إن شاء الله. والمكان هل هو عمل؟ المكان ليس عملاً. وكذلك الزمان،
كما سيأتينا من أسباب مضاعفة العمل، المراد بالزمان الزمان الفاضل، من أسباب مضاعفة العمل وهو ليس عملاً. فعطف الأعمال هنا على الأسباب من باب عطف الخاص على العام، وقوله يضاعف يعني يزاد، وبها الباء هنا للسببية يعني بسببها، والثواب معناه الأجر. قال رحمه الله: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ هذا السؤال الذي ذكره المصنف رحمه الله يحتمل احتمالين. الأول أن يكون الشيخ رحمه الله أورده من تلقاء نفسه حتى يرتب عليه الجواب الذي ذكره، وهذه طريقة من طرق العلماء أنهم يوردون الأسئلة إما لاستثارة أذهان المتعلمين، وإما ليرتبوا عليها ما يذكرونه بعدها من الجواب. والأمر الثاني هو أن يكون الشيخ قد وجه إليه سؤال، وهو ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وهذا احتمال آخر، فأجاب الشيخ بهذا الجواب النفيس بناء على هذا السؤال. والأسئلة التي توجه للعلماء يصفها أهل العلم بأنها مناقيش العلم، فيقولون السؤال منقاش العلم، ويقولون السؤال مفتاح العلم. وكم أجاب عالم من العلماء بجواب نفيس نفع الله به، وسبب ذلك سؤال. وكم ألف عالم كتابا انتفع به الناس، وسبب ذلك سؤال. وهذا يدلك على أن الأسئلة التي يراد بها الخير والهدى، ويكون قصد السائل بها قصداً صحيحاً، ينتفع بها السائل وينتفع بها غيره. فهذان احتمالان، ولعل الاحتمال الأول لأقرب، وهذا يؤخذ من عبارة المصنف التي سمعناها في قوله وهي مراد السائل، في قوله وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل، فهذا قد يرجح الاحتمال الثاني، مع أن الاحتمال الأول ممكن. وهذا السؤال، وانتبه لهذا، هذا السؤال عن الأسباب والأعمال التي يضاعف بها العمل يدل على علو همة السائل، لأنه لم يكتفي بالأعمال التي يحصل بها مجرد الثواب، وإنما رغب في معرفة الأعمال التي يضاعف ثوابها. فلا يرد مثل هذا السؤال إلا ممن كان عالي الهمة، وعلو الهمة نعمة من الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون الهموم على قدر الهمم، فإذا كانت همة الإنسان همة عالية فإن همه يكون كذلك. والشيطان عدو للإنسان، يحرص على أقل الأحوال أنه يشغل الإنسان بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يتدرج في خطواته لإضلال الإنسان خطوة خطوة،
فأول ما يسعى لأن يوقع الإنسان فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أشرك بالله عز وجل فإنه لا يغفر له أبداً ولا يخرج من النار أبداً، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأول ما يسعى أن يوقع الإنسان فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا عجز عن ذلك فإنه ينتقل للمرتبة الثانية، وهي إيقاع العبد في كبائر الذنوب، وهي إيقاع العبد في البدع، لأن البدع من أسباب الضلال والانحراف. فإذا عجز عن ذلك انتقل للمرتبة الثالثة، وهي إيقاع العبد في كبائر الذنوب. فإذا عجز عن هذا فإنه ينتقل للمرتبة الرابعة، وهي إيقاعه في صغائر الذنوب. فإذا عجز عن هذا فإنه ينتقل إلى المرتبة الخامسة، وهي إيقاعه في إدمان المكروهات. فإذا عجز عن هذا فإنه يشغل العبد بفضول المباحات. فإذا عجز عن هذا فإنه يشغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة. فإذا عجز عن هذا سلط على العبد شياطين الإنس والجن. فالشيطان يسعى إذن لأن يشغل الإنسان بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة، والإنسان إذا حرص على أن يشتغل بالأعمال الفاضلة واجتهد في ذلك فإن هذا أمارة من أمارات توفيق الله سبحانه وتعالى له. قال رحمه الله: الجواب وبالله التوفيق: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان إذا أتى بالحسنة بعشر حسنات كرماً منه وتفضلاً، وهذا ثابت في كل عمل صالح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: هذا لا بد منه، واستدل على ذلك بقوله: من جاء بالحسنة، المراد بالحسنة هنا العمل الصالح، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا القول الكريم كيف دل على أن الإنسان إذا جاء بالحسنة لا بد أن يجازى على ذلك بعشر حسنات؟ الشيخ هنا يقول لا بد، واستدل بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. كيف دل ذلك على أنه لا بد من الجزاء على الحسنة بعشر حسنات؟ والجواب على هذا أن قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا خبر، أليس كذلك؟ وخبر الله عز وجل لا يتخلف، فإن الله سبحانه وتعالى خبره الثابت عنه صدق لا يتخلف، لا بد من تحققه. ولهذا قال الشيخ لا بد منه، لأنه كما عرفنا خبر
وأخبار الله سبحانه وتعالى الثابتة لا بد أن تقع لأنها صدق. وقوله بالحسنة، الحسنة هنا المراد بها العمل الصالح، لأن الحسنة في القرآن والسنة لها ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول العمل الصالح كما في هذه الآية الكريمة، فتطلق الحسنة ويراد بها العمل الصالح لأن العمل الصالح حسن، أليس كذلك؟ العمل الصالح حسن. الإطلاق الثاني من إطلاقات الحسنة هو النعمة والخصب والجدب والنعيم الذي يتفضل الله به على عباده، وعكسه السيئة فإنها تطلق على الجدب والقحط، كما في قوله سبحانه وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة ها الحسنة. المراد بالحسنة هنا العمل الصالح أو النعمة والخصب، المراد بذلك المعنى الثاني وهو النعمة والخصب. والنعمة والخصب حسن، ولهذا وصف بأنه حسنة. المعنى الثالث الثواب، فتطلق الحسنة ويراد بها الثواب، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. المراد بالحسنة هنا ماذا؟ المراد الثواب. قال رحمه الله وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك، يعني عن العشر الحسنات، وهي مراد السائل فلها أسباب. وقوله السابق مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها، هذا فيه إشارة إلى أصل المسألة الذي تقدم ذكره، وهو إثبات مضاعفة الأعمال الصالحة. قال وأما المضاعفة بزيادة على ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل لوقوع المسببات أسباباً تقتضيها، فالثواب له أسباب والصلاح له أسباب وتحصيل العلم له أسباب والوقوع في المعصية له أسباب وهكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل للأشياء أسباباً تقتضيها، إلا أن السبب لا بد له من معاون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السبب حتى يترتب عليه مسببه لا بد له من معاون، وهذا المعاون هو وجود الشرط وانتفاء المانع. فإذا وجد السبب لكن انتفى شرطه، هل يترتب على ذلك مقتضاه؟ لا يترتب. وإذا وجد السبب وكذلك وجد الشرط لكن وجد مانع يمنع منه، هل يترتب على ذلك مقتضاه؟ لا يترتب على ذلك مقتضاه. ولهذا، وهذا هو الذي أريد أن أتوصل له، أنه لا يكفي الإتيان بأسباب مضاعفة الثواب، بل لا بد من السعي لتحقيق شروط مضاعفة الثواب وعدم موانع مضاعفة الثواب، لأن السبب لا يترتب عليه مقتضاه ما دام أن الشرط ليس موجوداً أو أن المانع موجود. فالسبب قد يوجد لكن المسبب لا يوجد لعدم الشرط.
وقد يوجد السبب ويتأخر المسبب إلى أن يأتي الشرط كبلوغ المال نصاباً، فإنه سبب لوجوب الزكاة، لكن لزوم الأداء يتأخر إلى متى؟ يتأخر إلى انعقاد الشرط وهو حولان الحول. فلهذا إذا أردنا أن نسعى لتحصيل أسباب مضاعفة الثواب فلا بد أن نسعى إلى شيء آخر أيضاً، وهو تحصيل شروط هذه الأسباب والبعد عن موانع حصول المسببات، وهذا أمر في غاية الأهمية. فلا يسعى الإنسان فقط لتحصيل السبب مع عدم الشرط الذي لا يترتب المسبب على السبب إلا إذا وجد هذا الشرط، ولا يسعى في تحصيل السبب وهو متلبس بمانع يمنع من حصول المسبب، كما لو أن إنساناً جاء بعمل صالح في زمان فاضل فإن هذا يقتضي مضاعفة الثواب، أليس كذلك؟ لكن لو كان قد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن هذا مانع لا يمنع فقط من مضاعفة الثواب بل يمنع من صحة العمل أصله. قال رحمه الله: وأما المضاعفة فلها أسباب. وذكر رحمه الله أسباب المضاعفة على وجه الإجمال، ثم بسط بعد ذلك جملة منها، وإن كان بعضها لا يخلو من نوع تكرار وتداخل. قال: في هذه الأسباب، إما يعني هذه الأسباب متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. هذه خمسة أسباب ذكرها الشيخ رحمه الله لمضاعفة العمل، خمسة أمور ترجع لها أسباب مضاعفة العمل. الأمر الأول أن يكون السبب الذي يضاعف به العمل راجعاً إلى العامل نفسه. الأمر الثاني أن يكون السبب راجعاً إلى العمل نفسه. الأمر الثالث أن يكون السبب راجعاً إلى مكان أو زمان العمل. الأمر الرابع أن يكون السبب راجعاً إلى مكان العمل. والأمر الخامس أن يكون السبب راجعاً إلى أثر من الآثار المترتبة على العمل. فهذه الخمسة الأمور هي مجامع أسباب مضاعفة العمل، لأن أسباب مضاعفة العمل راجعة إلى هذه الأمور الخمسة. فإذا وجدت أمراً يترتب عليه مضاعفة ثواب العمل فانظر تجد أنه إما راجع إلى العامل وإما راجع إلى العمل وإما راجع إلى زمان العمل وإما راجع إلى مكان العمل وإما راجع إلى الأثر المترتب على العمل. والمراد بالعامل وهو الأمر الأول حال العامل أثناء العمل وما يحصل له من الإخلاص لله عز وجل والإخبات له والإقبال عليه أثناء الإتيان بالعمل، فإن هذا من أسباب مضاعفة العمل. ولهذا إذا جاء شخصان بعمل كالصلاة مثلا وأحدهما مخبت لله في هذا العمل، مقبل عليه، مجتهد في تحقيق الإخلاص، والآخر دون ذلك، فأيهما أولى بمضاعفة العمل؟ الأول. وسبب المضاعفة ما هو؟ العامل لنفسه.
فقوله العامل المراد به الحال التي تحصل للعامل، وإلا فإن الناس عند الله سبحانه وتعالى سواء. وقوله العمل كالفرائض فإنها أعظم ثوابا من النوافل، وكالاعتقاد الصحيح فإنه من أسباب مضاعفة العمل. وقوله أو بزمانه، الزمان قد يضاعف العمل بسببه إذا جاء العبد بالعمل فيه، وذلك كالأزمنة الفاضية كشهر رمضان وكعشر ذي الحجة ونحو ذلك من الأزمنة الفاضلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على أن العمل في هذه الأيام العشر أفضل من العمل في غيرها، وإذا كان أفضل فإن ثوابه يكون أعظم. وأيضا يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وهذا يدل على أن العمل فيه له فضل عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كان له فضل فإنه يلزم من ذلك مضاعفة ثوابه. وكذلك المكان في قوله أو بمكانه، فإن بعض الأمكنة لها فضل عند الله سبحانه وتعالى كالمسجد الحرام والحرم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن هذه المواطن الشريفة يضاعف فيها الثواب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس من الأمور الإجمالية التي ترجع لها فضائل الأعمال: الأثر الذي يترتب على العمل، فإذا كان أثره عظيماً فإن ثوابه يكون عظيماً، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب أمرين: يكتب العمل ويكتب أيضاً الأثر المترتب على العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، وهذا هو العمل، وآثارهم، وهذا هو الأثر. فالأثر مكتوب كما أن العمل أيضاً مكتوب. وإذا كان العمل يترتب عليه آثار عظيمة فإنه يترتب عليه ثواب عظيم، وإذا كان أعظم فإن الثواب يكون أعظم، وهكذا. ولهذا العلماء يقولون: العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. لماذا العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر؟ لأن أثره أعظم، لأن الأثر الذي يترتب على العمل الذي يتعدى لنفعه أعظم.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة لطيفة تتعلق بهذا، فقال: أفضل الأعمال ما كان لله أطوع ولعباده أنفع. لماذا ما كان لعباده أنفع من أفضل الأعمال؟ لأن أثره يتعدى. هذه خمسة أمور ذكرها الشيخ رحمه الله، وقبل أن نأتي للأسباب التفصيلية ونبدأ فيها مستعينين بالله، أنبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن مضاعفة الثواب على الأعمال وعلى الأزمنة وعلى الأمكنة وعلى الآثار ونحو ذلك لا تثبت إلا بالدليل. فلا يصح لنا أن نقول هذا الزمان يضاعف فيه الثواب إلا إذا وجد دليل يدل على هذا، ولا يصح لنا أن نقول هذا المكان يضاعف الثواب في الإتيان بالعمل فيه إلا إذا كان عندنا دليل يدل على هذا، ودواليك في بقية الأمور الخمسة. وإذا توسع الناس في هذا وأثبتوا فضائل للأزمنة والأمكنة وغيرها، وأثبتوا مضاعفة للثواب عليها من غير أن يوجد دليل يدل على ذلك، فإن هذا سيجر حتما إلى البدع، سيجر إلى البدع، والبدعة بريد الشرك، البدعة بريد الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل عمل لم يدل عليه دليل فإنه يكون مردودا على صاحبه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فلا يصح لنا أن نثبت لأن هذا الشيء فاضل أو أن الثواب يضاعف عليه إلا إذا قام الدليل على ذلك. وهذه الخمسة كما عرفنا هي مجامع أسباب مضاعفة الثواب. فالأسباب التي سيذكرها رحمه الله سنجد أنها ترجع إلى واحد من هذه الخمسة أو إلى أكثر. نعم، قال رحمه الله: قال: فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله بأن يكون عمله صادراً عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيرها من النصوص. والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجع بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص،
ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص، ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصاً من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. نعم، هذا هو السبب الأول من أسباب مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما حقق الإنسان الإخلاص أثناء إتيانه بالعمل واجتهد في ذلك كان هذا من أسباب مضاعفة ثواب العمل. وكلما اجتهد الإنسان عند إتيانه بالعمل الصالح في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على أنه لا يقوم بشيء إلا وعلى ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سبباً من أسباب مضاعفة الثواب. ولهذا قد يأتي شخصان بالعبادة في مكان واحد لكن أحدهما يكون له من الثواب العظيم ما لا يعلمه إلا الله، والآخر عمله عمل صحيح لكنه لم يحصل له الثواب الذي حصله الآخر. وسبب مضاعفة الثواب للأول هو ما قام في قلبه من تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى وما اجتهد فيه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مقصوده هنا أن يخلص الإنسان لله وأن يتابع فقط، لأن هذا شرط لصحة العمل، لكن مقصوده أن يجتهد في تحقيق الإخلاص والمتابعة، فإذا اجتهد في ذلك فإنه يكون من أسباب مضاعفة الثواب. أما إذا لم يأتي أصلاً بالإخلاص وبالمتابعة فإن عمله لا يصح ويكون وجوده كعدمه. فالشيخ هنا لا يقول من أسباب مضاعفة العمل هو مجرد الإخلاص والمتابعة، بل تحقيق الإخلاص والمتابعة فإن هذا من أسباب مضاعفة الثواب. ولهذا في عبارته ماذا قال؟ قال: إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما اجتهد في تحقيق الإخلاص وفي تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الثواب ومضاعفة العمل بقدر اجتهاده في تحقيق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص فيه إصلاح للباطن، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إصلاح للظاهر. ومن لم يخلص لله عز وجل ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله لا يقبل، لكنه إذا أخلص وتابع النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في ذلك، اجتهد في تحقيق الإخلاص وفي تحقيق المتابعة، فإنه يضاعف له من الثواب بقدر اجتهاده في تحقيق الإخلاص وفي تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. ونحن مطالبون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مطالب باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال الله عز وجل: واتبع ما
مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فنحن مطالبون بمتابعته صلى الله عليه وسلم ومخاطبون بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم مخاطب باتباع ما أنزله الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنحن أيضاً إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نكون متبعين لما أنزل الله سبحانه وتعالى. والإخلاص ما معناه؟ ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ الإخلاص معناه أن يأتي العبد بالعمل الصالح لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. أن يأتي بالعمل الصالح لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يريد به دنيا من مال أو منصب أو شرف أو غير ذلك، وإنما يريد الله عز وجل والدار الآخرة. ثم إذا كان له مقصد دنيوي فإنه يجب أن يكون تابعاً لا متبوعاً، يجب أن يكون هذا المقصود الدنيوي تابع للقصد الأخروي، لا أن يكون متبوعاً. ولو تجرد العمل الصالح عن هذا القصد التابع لكان ذلك أدعى لمضاعفة العمل والثواب، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن العبد يأتي بمثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلاً النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصلاة فيأتي العبد بالصلاة على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصيام فيأتي العبد بالصيام لكن على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج فيأتي العبد بالحج على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب، سبب مضاعفة العمل. وذكر الشيخ رحمه الله لما ذكر السبب ذكر أن هذا السبب له شرط لا بد من وجوده، ولعلكم تذكرون في بداية الكلام أننا قلنا السبب وحده لا يستقل بحصول المسبب، بل لا بد من وجود ما يعاونه وهو وجود الشرط وانتفاء المانع. فذكر الشرط فقال: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، هذا هو الشرط، وهو أن يكون العمل ماذا؟ أن يكون العمل مشروعاً. أما إذا كان العمل غير مشروع أصلاً فهل يضاعف الثواب؟ لا يضاعف الثواب. وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادراً عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى. لما ذكر الشرط بيّن كيفية تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فقال: بأن يجعله هو الداعي، يعني أن يجعل قصد الثواب هو الداعي إلى العمل، والمقصود بالداعي إلى العمل الباعث للإتيان بالعمل، وهو الغاية لعمله، يعني وهو المقصود من الإتيان بهذا العمل.
فيكون القصد ملاحظاً في أول العمل وفي نهايته، لأن الداعي يكون في أول العمل والغاية تكون في آخر العمل، فيلحظ القصد الصالح في العمل كله من أوله إلى آخره. ولهذا قال بأن يجعله، يعني يجعل القصد الصالح وطلب رضا الله سبحانه وتعالى الداعي له إلى العمل، فأتى بهذا العمل لتحقيق رضا الله عز وجل، وهو الغاية لعمله. وقوله بأن يكون عمله إلى آخره، هذا الكلام فيه التداخل وفيه تكرار ومؤداه واحد. ثم ذكر ثم ذكر دليلين، أحدهما من القرآن والآخر من السنة، يدلان على أن العمل الصالح إذا حقق الإنسان فيه الإخلاص والمتابعة فإنه يضاعف. فالدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والمقصود بالمتقين المتقين الله عز وجل في عملهم بتحقيق الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي عليه أهل السنة في معنى الآية، فإنهم قالوا قوله إنما يتقبل الله من المتقين معناه أن الله عز وجل يتقبل المتقين له في عملهم إذا حققوا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة والمرجئة فقد فسروا الآية الكريمة بغير ذلك. فالمعتزلة قالوا المراد بقوله المتقين أي المتقين الله عز وجل مطلقاً، وبناء على هذا فإن فاعل الكبيرة عندهم هل يتقبل الله منه؟ فاعل الكبيرة عندهم لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، لأنهم يقولون المراد بقوله إنما يتقبل الله من المتقين المتقون مطلقا، فيدخل في هذا عندهم فاعل الكبيرة فلا يتقبل الله منه شيئا. وأما المرجئة فعلى النقيض من ذلك، فقالوا المراد بقوله إنما يتقبل الله من المتقين يعني المتقين الشرك، أما من اتقوا أما من لم يتقي الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل الله منه. فيقولون قوله إنما يتقبل الله من المتقين المراد المتقين للشرك، وبناء على هذا فإن فاعل الكبيرة يتقبل منه عندهم أو لا يتقبل عندهم؟ يتقبل منه. وهذان التفسيران اللذان ذهب لهما المعتزلة والأشاعرة على خلاف ما ذهب له أهل السنة. والتفسير الذي ذكره رحمه الله هنا تفسير محقق، وهو أن المراد بالمتقين أي المتقين الله عز وجل في العمل الصالح، ويكون تقواهم لله بتحقيق الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله المتقين هنا له متعلق، والتقدير المتقين الله عز وجل في أعمالهم الصالحة،
وكيف تحصل تقوى الله في العمل الصالح؟ بتحقيق الإخلاص له سبحانه وتعالى وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم إيماناً يعني إيماناً بالله وبما جاء عن الله، وإيماناً بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله واحتساباً يعني طلباً للثواب، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو يدل على أن الإنسان إذا جاء بالعمل الصالح واحتسب الثواب من الله سبحانه وتعالى فإنه يجازى عليه الجزاء الحسن، وهو هنا في الحديث مغفرة الذنب. ومثله: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على أثر النية الصالحة في العمل. وقوله ما تقدم من ذنبه، وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا يدل على أن الإنسان إذا جاء بالعمل الصالح يغفر له ذنوبه المتقدمة، وهذا متفق عليه في صغائر الذنوب. فإن الإنسان إذا صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرت ذنوبه الصغائر باتفاق العلماء، وكذلك إذا قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً فإنه تغفر ذنوبه الصغائر. لكن هل يدخل في ذلك كبائر الذنوب؟ فإذا جاء الإنسان بالصيام إيماناً واحتساباً أو قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً تغفر له كبائر الذنوب وإن لم يحصل منه توبة، أو أن كبائر الذنوب لا تغفر إلا إذا تاب العبد منها؟ هذا محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن كبائر الذنوب لا تغفر إلا إذا تاب العبد منها، فإذا جاء الإنسان بالصيام إيماناً واحتساباً أو قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً فإنه لا تغفر له كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب لا بد لها من توبة. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقوله ما هذا، ماذا يسمى في لغة العرب؟ ظرف، يعني مدة اجتنابه الكبائر. والظرف له مفهوم، ومفهومه أنه إذا لم يجتنب كبائر الذنوب فإن هذه الأعمال لا تكون من أسباب المغفرة له. هذا القول الأول، وهو الذي عليه جمهور العلماء. القول الثاني يقابله، وهو أن كبائر الذنوب تغفر بالأعمال الصالحة، وهذا ذهب له طائفة من العلماء كابن المنذر رحمه الله النيسابوري. واستدل من قال بهذا القول بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وما اسم موصول،
والأسماء الموصولة تدل على العموم، فيعم جميع الذنوب الصغائر والكبائر. وكذلك قوله من قام لرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك قول ثالث، وهو أن كبائر الذنوب قد تغفر بسبب العمل الصالح لبعض الناس إذا صحب العمل إخبات لله عز وجل وإقبال عليه وتحقق الإخلاص من العبد، فإن هذا يكون من أسباب مغفرة الذنوب. وبعض الناس قد لا يكون العمل الصالح من أسباب مغفرة الذنوب في حقهم، فحمل اختلاف الحديثين السابقين على ماذا؟ على اختلاف أحوال الناس. فبعض الناس يأتي بالعمل الصالح ويصحب هذا إخبات لله وانكسار له وإقبال عليه، فيكون هذا العمل الصالح من أسباب مغفرة الذنب. وبعض الناس لا يكون كذلك، فلا يكون هذا العمل الصالح من أسباب مغفرة الذنب. وهذا القول الثالث اختاره شيخ الإسلام لابن تيمية رحمه الله، وله وجه، لأن فيه جمعاً بين أن الخبرين. والقاعدة المعتبرة عند العلماء أن الجمع بين النصوص أولى من إهمالها أو إهمال لبعضها. قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. هذه قاعدة في هذا الباب، وهي أن العمل القليل الذي يتحقق معه قوة الإخلاص يكون أرجح وأكثر ثواباً من العمل الذي يكون الإخلاص فيه أقل من ذلك. وفي هذا يقول ابن المبارك العبارة المشهورة: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. وهذا يدلك على أثر النية الصالحة في العمل. فربما يأتي الإنسان بعمل يسير لكنه حقق فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى واجتهد في ذلك، فيثاب عليه ثوابا عظيما. وربما يأتي غيره بعمل كثير لكن إخلاصه دون ذلك، فيكون ثوابه دون ذلك أيضا. وانظر إلى عبارة الشيخ رحمه الله، يقول: والقليل من العمل، يعني من العمل الصالح مع الإخلاص الكامل، يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. فالكلام هنا على ماذا؟ على قوة الإخلاص. أما إذا عدم الإخلاص في أحد العملين فإن وجوده يكون كعدمه، لأنه لم يتحقق شرط إيش؟ شرط السبب. لأننا عرفنا أن السبب لا يترتب عليه مقتضاه إلا إذا وجد شرطه وانتفى مانعه. وقوله الكامل، الإخلاص الكامل عزيز وشديد. وربما يبدأ الإنسان محققاً الإخلاص في بداية العمل لكنه يشوبه بعد ذلك لشيء. فالإخلاص الكامل تحقيقه شديد لكنه ليس ممتنعاً، ممكن أن يحصل، يمكن أن يحصل، لكنه ليس سهلاً. ولهذا يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه في ذلك.
والإنسان إذا جاهد نفسه في هذا تحقق مطلوبه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى، ولو أخبرنا الله عز وجل من غير قسم لصدقناه، فكيف إذا أخبرنا الله عز وجل وهو يقسم على ما أخبر به؟ فإذا اجتهد الإنسان في تحقيق الإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهديه. ولو أنه لو لم يصل إلى المرتبة التامة الكاملة لكنه نوى الوصول لذلك فإن الله يكتب له نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. قال: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة، يعني كانت الأعمال الصالحة الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. ما يقوم يعني ما يحصل بالقلوب من الإيمان والإخلاص. ثم ختم هذا السبب بقوله: ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصاً من قلبه، ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص. وقصة ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله، وهو أن الإنسان كما أنه إذا جاء بالفعل وقد حقق في ذلك الإخلاص والمتابعة فإنه يضاعف ثوابه، فكذلك إذا ترك شيئاً وقد حقق الإخلاص في هذا الترك وحقق المتابعة فإنه أيضاً يثاب على ذلك. فكلامه السابق يتعلق بالفعل، وكلامه هذا يتعلق بالترك، والترك فعل. لكن الشيخ رحمه الله نبه على هذا حتى لا يظن بعض الناس أن المضاعفة للثواب إنما تكون في الفعل، فنبه إلى أن المضاعفة في الثواب أيضاً تكون في الترك إذا حقق الإنسان الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الترك فعل. وقد دل على هذا القرآن كما قال سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون يعني أنهم تركوا التناهي، ثم وصف هذا الترك بأنه فعل فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. فالإنسان إذا ترك العمل لله عز وجل محققاً الإخلاص له ومتابعاً في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم متأسياً به، فإنه يحصل له من الثواب العظيم بقدر ما تحقق في قلبه من الإخلاص لله وبقدر ما تحقق من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وهي ما يترتب على الترك من الثواب للعلماء فيها تفصيلات وتقسيمات قد لا يتسع المجال لذكرها، لكن المقصود هنا أن الإنسان إذا ترك شيئاً لله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك ويضاعف له الثواب بقدر ما يتحقق في قلبه من الإخلاص.
واستدل الشيخ رحمه الله بقصة أصحاب الغار في حديث الغار المشهور الذي رواه عمر رضي الله الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فتدحرجت صخرة من الجبل الذي فيه الغار فسدته فقالوا ليدعو كل واحد منا بصالح عمله فقام أحدهم فقال اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أحدا فنأى بي لطلب الشجر فأتيت وقد نام فكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق الصبيان قبلهما فبقيت قائما عندهما حتى برق الفجر اللهم إن كان عملي هذا لا اللهم إن كنت أريد بعملي هذا وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج وقال الثاني اللهم إنه كانت لي بنت عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وقد راودتها على نفسها فامتنعت ثم أصابتها حاجة فجاءتني فدفعت لها 20 و100 دينار على أن تمكنني من نفسها فلما أتيت بين فخذيها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه فتركتها اللهم إن كان إن كنت أريد بعمل هذا وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج فقال الثالث اللهم إنه كان عندي أجراء وأعطيتهم أجورهم إلا واحدا منهم ذهب ولم يأخذ أجره فثمرته له فجاءني وقال لي يا عبد الله آتني مالي فقلت ما ترى من الشاء والإبل والبقر هو لك فقال يا عبد الله أتهزأ بي فقلت لا فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت أريد بعمل هذا وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون فهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم ترك شيئا أما الأول فترك الراحة ترك إيقاظ والديه وترك الراحة يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والثاني ترك شهوته من المرأة التي يحبها والثالث ترك المال فلما كانت هذه التروك لوجه الله سبحانه وتعالى فرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه هذا هو السبب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله ونقف عند السبب الثاني نتكلم عليه بعون الله وتوفيقه في اللقاء القادم إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يضاعف لي ولكم الثواب ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.